اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بهاي الحلقه ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا اللي راح تشوفوها اسفل الشاشه. تقدرون تتصلون بنا على اي رقم من ذن الارقام وباي لحظه من لحظات البرنامج حتى تعطونا رايكم بالمواضيع اللي احنا راح نطرح لكم اياها من فيديوهات انتم صورتوها ونشرتوها على مواقع التواصل الاجتماعي، او تعطونا ارائكم بالمواضيع اللي انتم تردون تحجون بيها. اللي ما يقدر يتصل بينا لاي سبب إن كان، عندنا رقم الاخير اللي بصفه اشاره الواتساب، يقدر يكتب لنا رساله على رقم الواتساب او على برنامج الواتساب، نقراها ان شاء الله بالدقائق الاخيره من حلقه هذا اليوم. واتمنى تكون الرساله مكتوبه متبوعه بالاسم والمكان حتى نعرف منو اللي كتب لنا ومن وين. واعتذر من عندكم مشاهدينا الكرام، ما اقدر اطلع لا فيديو ولا رساله صوتيه ولا اقدر استقبل اتصال على رقم الواتساب. نبدا حلقه اليوم مشاهدينا الكرام، واول ملف ويانا هو ملف المستشفيات وسوء الخدمة المقدمة بمستشفيات العراق. ورما شهد العراق انهيار ملحوظ في كافة القطاعات، ومن أدهن قطاع الصحة اللي وصل إلى حد ما وصل أبد. نبدأ من العاصمة العراقية بغداد، يعني ما المستشفى الكرامة التعليمي مسدودة ومسدسدة بيبانها، هاي جديدة. يعني بكل الأوقات بالحروب بالحصار ما شفنا فد يوم مستشفى عزلت. روحوا افتروا بكل دول العالم تلقون المستشفيات مفتوحة، أطباء الاختصاص إي نعم يرحون، لكن المستشفى مفتحة والطوارئ وأطباء الخفر وطاقم التمريض موجود للسهر على راحة المرضى ولخدمة العواجل. وفي بعض الأحيان يتصلون بأطباء الاختصاص في حال الحاجة إلهم. لكن هنا مواطن يحكي لنا عن معاناة المرضى بسبب سوء الخدمة بمستشفى الكرامة التعليمي وغلقها أمام حاجة المرضى للمراجعة وتلقي العلاج، كأنه دكان يفتح ويعزل بكيفه بأوقات معينة. خلونا نشوف شنو قال المواطن في حق مستشفى الكرامة التعليمي. العظيم راح أتخبل والله العظيم من هذا البلد، رسول ابو القمر مفتح 24 ساعه، قدوري ابو الباقله مفتح 24 ساعه، باكت ابو طلال مفتح 24 ساعه، لكم مستشفى حكومي، مستشفى حكومي، مستشفى الكرامه يفتح ويعزل بتوقيتات؟ ذولا جايبين مريض بالسبعة ونص يدقون الباب يقولوا لهم بعدنا منفتحين؟ يعني للضربه جلطه، اللي يصعد عنده الضغط، اللي يصعد عنده السكر، وين يودوا؟ يودوا ياكلوا باقله ودهن بين ما يفتحون؟ والله سؤال منطقي. يعني المريض اللي تعبان ينتظر يتريق برا؟ مستشفى السد بيبانها وحاطه حاجز ممنوع تطبلها، دائره هو دكان محل دا اشتري البسه اني، صيدليه معزله بالدوام، حتى اكو ايام صيدليات خفر ما تعزل، لانه لازم بكل منطقه اكو صيدليه ليل نهار تشتغل، لان المرض ما يعرف وقت. هاي مصيبه ما نلقى مستشفى معزله. بس العتب مو عليهم، العتب على المدير مالتهم ومدير الصحة مال منطقة والبلدية اللي مدى تتابع، ووزارة الصحة بمدرائها ووزيرها، ورئيس الوزراء اللي مدى يتابع وزارة الصحة ووزيرها، كلهم عليهم العتب، والبرلمان ولجنة الصحة مالتهم. نطلع من بغداد ونروح نتوجه إلى عروس الخليج العربي، أو ما كانت تسمى بعروس الخليج العربي، محافظة البصرة. هاي العروس اللي فقدت زهوها بسبب السياسات الخاطئة، بسبب الفساد، بسبب السرقات، بسبب سطوة الميليشيات. يعني المريض لما يدخل مستشفى فهو بحاجة إلى مكان راحة، وبعض بلدان العالم يمنع استخدام صوت أبواق السيارات بالقرب من المستشفيات، يعني أنا أقصد عليها الهورن، ويعاقب عليها القانون في بعض البلدان أنك تدق هورن بشارع بمستشفى. بس مستشفى القرنة بمحافظة البصرة رضا طلع الهورنات، لأنه عمال الصيانة مشغلين دريلات همر ونازلين حفر بنص الظهرية، وأكو مرضى واحد، يعني أحد ذوي المرضى وثقلنا بهذا الفيديو، حالة من السخط نتيجة الإزعاج لمريض توه طالع من غرفة عمليات هو بأمس الحاجة للراحة حتى ينسى ألمه ويتماثل لشفاء، لكن الحال بسبب أعمال الصيانة مثل ما راح نشوف. المرضى هادرين يدك مستشفى القرن العام، هاي طالع من العمليات، وهذا الدرين يعني شلون الام، وهذا
نصف القرن العام. المرضى ما أقدر أندك. مستشفى القرن العام. أنت طالع من العمليات. هذا الدريني مشان الأم هذا. هو بعيداً الدري المشتغل والهامر ديدوق. باب ألمنيوم، الألمنيوم مخلع. الباب ما ينسد، تكرمون حاطين حذاء حتى يسدون الباب. والله أنا ما لي علاقة بالصيانة وما لي علاقة بهالبروتوكولات اللي دا أحكي بيها، بس خلوني أعلمكم شوية. كل مستشفيات العالم لما يردون يسوون في ردها من الردهات أعمال صيانة، تنعزل ذيك الردها عن العمل في تلك الفترة، وأغلب أعمال الصيانة بالمستشفيات تصير بالليل حتى يخففون من الإزعاج على المريض، لأن المرضى يكونون نايمين بعيدين عن الإزعاج. أما في وضع النهار بهاي الصورة، هاي ما نشوفها إلا يمنه، ما شاء الله على العراق. يعني تعرفون كل شيء بصحيح، فأعمال الصيانة تكون بطريقة صحيحة. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك. عامر البصري يقول أفشل مستشفى، ما أعرف دائرة صحة البصرة ما تزور هذا المستشفى، ما تعرف الكوادر اللي بيه، أهم شيء عندهم عياداتهم الخاصة. أبو محمد الشهيلي يقول والله تاريخ 2003 مو سقوط النظام بل بداية خراب العراق. محمد، مستشفيات البصرة في خبر كان. أما حسن الإمارة يقول مدير الصحة أفشل من الفاشل، وأكبر العصابات موجودة بالمستشفيات، وأفشل دائرة من ناحية الخدمات للمريض. فكانت هاي تعليقات الناس حول قضية سوء الخدمات المقدمة في مستشفيات العراق وانهيار القطاع الصحي بالصورة اللي احنا بدنا نحكي بيها. وما تمر حلقة من حلقات برنامج صوتكم، ما نقول يومية، ما يمر أسبوع علينا إذا ما نأخذ ملف يتكلم عن الصحة. أبو عمر من بغداد، حياك الله. حياك الله أستاذ أفل المحترم، وتحياتي لقناة الرافدين وكل سادة المشاهدين الكرام. حياك الله أخوي. حياك الله أستاذ أفل. إحنا من 2003 ولحد الآن للأسف إحنا من نشوف أي دوائر، وزارة التربية أو وزارة التعليم أو وزارة الكهرباء، أو في خلال موضوع اللي تتحدث عليه وتتكلم من وزارة الصحة، من تكون الحكومة، يعني حكومة إلها مبدأ ولها دورها ولها يعني نشاطها ولها تقدمها بخلال من ضمن هاي الوزارات اللي عندنا بالعراق، يعني أكثر من 22 وزارة. إذا كان عندنا حكومة صحيحة من وزارة الصحة أو من وزارة التعليم، من تقدم لمواطنيها تبني مدارس، تبني مستشفيات، أكو علاجات المرضى، تعرف حال الشعب أنه ما عنده لا راتب ولا تقاعد، يعني نسبة الموظفين عندنا يعني ما يعني يتجاوز أكثر من 5 ملايين أو 6 ملايين. الشعب العراقي يعني كله عندنا بطالة وعطالة، يعني قاعدين من الفقر ووضعهم تعبان. مستشفيات عندنا صار الإصابات بالأمراض السرطانية والأمراض يعني المزمنة صارت عندنا كثير من 2003 لحد الآن. إحنا من نكون عندنا وزارة الصحة وعندنا مسؤول بها، دلالة على بأنه عندنا حكومة وعندها مبدأ وعندها ولاء الوطن. من نكون عندنا وزارة ما تقدم لشعبها يعني كل اللي يريده من وزارة الصحة ووزارة التعليم، يثبت بأنه إسقاط هي الحكومة تسقط نفسها وما لها هيبة وما لها قيمة أمام وجود شعبها. فالحكومة اللي عندنا نشوفها من 2003 لحد الآن كل الأمور بيد الأحزاب وبيد الميليشيات، والمستشفيات اللي قاعدة تصير على حساب قادة الميليشيات وأحزابهم السلطة. دلالة يثبت يعني يقول لك إحنا حكومة ما عدنا، دوائر دولة ما عدنا، وزارة الصحة ما عدنا، أكو عدنا مستشفيات وناس يعني مبالغ يعني يأخذون كثيرة من عندهم مراجعات، يعني الناس المدنيين عدنا هواية ناس، يعني عدنا مرضى هواية وما عدنا علاج لهم بسبب يعني ضعف الحال، يلتجون الحكومية. من كل عندنا حكومة فاشلة، حكومة صاخبة لاحترامي هذه الكلمة، يعني حكومة غير جادة لشعبها. فللأسف احنا من كل عندنا حكومة نفتخر بها ونعتز بها ونحترم الحكومة. ليش؟ لأنه تقدم إلها مساعداتها، تقدم إلها يعني التغيير اللي صار من 2003، هي خربت هاي الأمور وفشلت إدارة البلد ودمرت البلد، والمواطن قاعد يعني يتمنى اليوم قبل باكر
تسقط هاي الحكومة وتجي غير حكومة بسبب يعني أنه المواطن يرتاح من هاي الوزارات الفاسدة وقياداتها وميليشياتها. بس نعم. مهما يكون لابد أن يجي يوم وتخسر هاي الحكومة كل اللي ما سويته وتخسر هذه الأحزاب الفاسدة نعم. اللي دمرت العراق من 2003 لحد الآن. وتحياتي لك تحياتي لقناة الرافدين للمجلس. حياك الله. شكرا شكرا لك أبو عمر. يعني بالعراق من سابع المستحيلات يمر يوم بدون ما نسمع حوادث انهيارات أو حريق أو شيء من هذا القبيل. يعني عرس يحترق ويحصد أرواح، بناية توقع أو تغرق وتحصد أرواح، حريق يلتهم أجزاء من مبنى ويحصد أرواح. هاي صار طبيعي بهذا البلد طبعا. ليش؟ لأنه أصول البناء وقواعده بالعراق اليوم ما ماشين عليها، إضافة إلى قواعد السلامة. الجماعة عندنا يشتغلون بكيفهم، فإذا جينا هناك مهندسين أو أكو مهندسين أكفاء وأكو غيرهم ما يفتهمون. إذا لقينا التصميم الصحيح أكو مقاولين جيدين وأكو غيرهم غشاشين، ولقينا المقاول المحترم أو الخلفة الزين فنوقع بمصيبة المواد المستخدمة بالبناء واللي أكثرها يشوب هالغش الآن بالعراق بسبب عمليات الاستيراد الغير صحيحة وماكو سيطرة نوعية. هاي كلها دا تساعد على حصول انهيارات بمباني. فاليوم أكو أنباء عن وفاة امرأة وإصابة آخرين إثر انهيار مركز ديور للتجميل بمنطقة زيونة بالعاصمة العراقية بغداد. انتشر فيديو متداول إلى انهيار مركز تجميل بمنطقة زيونة، أنباء أولية عن إصابات هذا المركز بزيونة 710 بالشارع الخدمي مقابل الجامعة التكنولوجية. فهذا الانهيار اللي حصل اليوم في هذا المركز. هذا الموقف حالياً. دوائر البلدية بالعالم كلها تفحص مباني وتفحص مدارس وتفحص الأبنية اللي موجودة عنها، بس في سبيل أنه ما يحصل اللي حصل عندنا اليوم في مركز بزيونة. بس بالعراق لا، عادي قاعة مبنية مخالفة لشروط السلامة يصير بها عرس، يحترق القاعة والعرس واللي بيه ويموتون بها المئات بسبب أنه القاعة مبنية من الساندويتش بانال، ومراكز مبنية بصورة غير صحيحة. هذا حاله. أما في سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار أكو مبنى باسم مبنى ناجي طالب. وناجي طالب للي ما يعرفه هو ضابط عسكري سياسي عراقي، اشتغل وزير للشؤون الاجتماعية سنة 58 إلى 59، وزير الصناعة سنة 1963، وزير خارجية العراق من عام 1964 إلى عام 1965، رئيس وزراء العراق من عام 66 إلى عام 1967، أحد قادة ثورة 14 تموز اللي أطاحت بالملكية وأسست للجمهورية العراقية تحت قيادة عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف. المهم ما علينا بناجي طالب، بس حبيت أعرفكم من هو ناجي طالب. أكو مبنى تكريما لهذه الشخصية سميت باسمه في سوق الشيوخ. اليوم انهار جزء من هذا المبنى الواقع بالقرب من مطعم المدينة، ولحد هذه اللحظة ماكو أي أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات لا سمح الله. خلونا نشوف. هاي لو أكو دولة تحترم نفسها، لو أكو سياسيين يحترمون نفسهم، لو أكو دولة تحافظ على روح المواطن، ذن كلهم ما نشوفهم. لأنه لو أكو مبنى آيل للسقوط من المفترض أنه الدولة تعرف به وتحذر من عنده وتخلي الناس ما يوصلوا له وما يعيشون به أو ما يطبوا له، لأنه هذا راح يكون المبنى كقنبلة موقوتة بأي لحظة يوقع، ومن يوقع راح يحصد أرواح وياه. بس حال العراق مثل ما تشوفون. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق من فيسبوك محمد ماجد الجنديل اللامي يقول: العراق كله ينهار، اسمنت ومواد البناء من أرذل النوعيات، ولا فحص ولا تقييس وسيطرة نوعية.
يوسف التميمي: حينما تكون المكاسب أهم من معايير السلامة نحصل على نتيجة كهذه. ذو الفقار السيد يقول: عجيب أمر العراق، ما يمر أسبوع إذا ما بي فاجعة لو كارثة. سامر العلياوي يقول: الدفاع المدني يبقون نايمين، لا إجراءات سلامة ولا تفتيش للمناطق وفحص للأبنية. فكانت هاي تعليق الناس حول هاي القضية. فأنا قلت لكم المشكلة هي مو بس أنه عندنا مباني آيلة للسقوط، هي مشكلة مترابطة ما بين دولة ما تفحص، ما بين دفاع مدني ما له علاقة بالموضوع، ما بين أناس مالكين إلى هاي المباني وما مهتمين أنه هذا المبنى راح يوقع، ما بين أحزاب ومتنفذين منتفعين من وجود مواد مغشوشة وده تدخل بطرق غير صحيحة إلى البلد، لأنه المسيطر على المنافذ الحدودية هم ميليشيات وأحزاب ده تنتفع من هاي المنافذ الحدودية اللي هي من المفترض أن تكون تابعة إلى الدولة ودخل أو أحد أنواع الدخل للدولة. لكن اللي ده يصير بالعراق ما لهم علاقة بهذا الموضوع نهائياً. يوقع مبنى على 20 واحد ويموتون، السياسيين يقولهم طبهم مرض، المهم أرصدتنا اللي بالبنوك اللي دزيد. أبو أحمد من بغداد ويانا، حياك الله. السلام عليكم أستاذ، الله يحفظك ويحفظ القلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله والديك، الله يحفظك. والديك الرحمة. الله يبيض وجهكم إن شاء الله على الفيديو هاي ضرب الصينية الشرطي. تأمر أمر عمي عطوان. اندليت عنوانه بالضبط. نعم. ودزوا عليه للمركز. نعم. بالمركز أخذوا عنوانه. وبالمحكمة أخذوا عنوانه هو هذا الشرطي. ووراها شرطة رئيس شرطة رئيس عرفاء سائق مال حميد عاصم. طيب عمي عطوان أبو أحمد، هسه أنتم دليتوه عرفتوا اسمه وعنوانه ورقم سيارته وهاي كلها ووثقتوها يم القاضي ويم مركز الشرطة، وراها ايش صار؟ وراها دز عليه القاضي والحميد وياه حميد عاصم. تمام. هو السائق مالته. تمام. وراحوا للقاضي طلع جابه وجاب سيارته وصورناه زين. جابه وجاب للبيت سيارته مثل شلون ليلى علوي لاند كروز. نعم جيب سيارته. نعم. العميد عميد عاصم. نعم. والقائد مالهم خوش قائد قال يتوي توي قائد اسمه عميد فاضل. طيب الحل يعني هسه قالوا لك ايش راح يصير؟ ايش راح يصير هسه على قضيتك؟ بلكي تتناشي قلنا الوزير بحفظ القانون. تمام. بحفظ القانون الله يخليك. تمام. تمام. اسمه علي بكر علي قادر. نعم نعم. ويداوم حفظ القانون حفظ القانون. تمام. هم يحفظون القانون ويدمرون الدمار. تمام تؤمر أمر. يعني راح يدمرون القانون مو هسه العميد راح يعم على نفسه من وراه هو. تمام تؤمر أمر أبو أحمد تؤمر أمر. من يمك تناشد إن الوزير الداخلية وصل. وعندي أكو شكوى ثانية الله يخليك، أعطوني موعد 26/9 أيه. رقم الكتاب رايح للوزارة مال مكتب الوزير زين 424 زين هذا رايح للمكتب ويوميا يقولوا لي الله يخليك تناشد إن الوزير بلش تدز عليه وهذا رقم يمكم. تمام وصلت تم تأمر أمر تدلل عمي عطوان تدلل أبو أحمد تأمر شكرا لك أبو أحمد. عمي عطوان طلعنا ملفة بالشاشة يمنا، اعتدى عليه ملازم يشتغل في إدارة حفظ القانون، يعني المكان اللي يشتغل به حفظ القانون يجي ويتجاوز على القانون على جيرانه بسبب أنه ديرش مي أو غيره، ما لنا علاقة بالقضية، لكن صارت شكوى وعند العنوان والاسم علي بكر علي قادر ووين يشتغل وسايق منه ووعده والقاضي جابه، فهو يطلب أنه عبد الأمير الشمري يسمعه، فعيني وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ما بقى شيء، بس أنت بقيت بلك تسمع لنا أبو أحمد وتحل لنا قضيته، لأنه هذا واجبك أنه تدافع عن حقوق المواطنين لما أحد منتسبي وزارة الداخلية يعتدي عليهم. أبو زينب من النجف حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو طبعا كل شيء انهار بعد 2003. نعم. يعني مو بقى شيء. نعم. تيجي كل مرة يقول لك عندنا عجز زين العجز بالميزانية وانتو جاي تصرحون
وصندوق النقد الدولي بيقول لحد الآن الموجود بالعراق 176 مليار دولار و160 طن ذهب، يعني ما يعادل 6-7 دول. وين العجين؟ ثانيا هاي الأبنية الآية للسقوط أو الساقطة أو اللي تسقط من تنبني بعد سنة أو سنتين، أكو جهاز كان موجود اسمه جهاز التقييس والسيطرة النوعية. نعم. هذا كل 6 شهور كل سنة يفحص المباني. نعم. هذول وين المدراء العامين؟ وين الوزراء المختصين؟ وين؟ نعم. زين الواقع الخدمي، الواقع الصحي، الواقع الكذا، كله صدق. هسه شوف الأخبار صار لهم شهرين شهرين ونص ما عندهم غير قالت مجالس المحافظات والتخبي علم انتي أدريش من تخدين الأمم المتحدة بشرفك إذا انتخابات مجالس المحافظات راصدينها وحسب اعترافهم هم المفوضية. نعم. 70,000 كاميرا على معدل حياة كاميرا ما تتجاوز يجوز 20-30,000 دينار. ها؟ حاسبيها على 1,000,000 دينار بالله عليك الكاميرا بمليون يعني فوق 70 مليار دينار. كم مستشفى تبني بيها؟ كم مدرسة؟ كم بيت؟ كم كذا؟ كم مصنع؟ زين هذول تروح لكل شيء وقال لك مؤجل لسنة. تجي مجلس النواب المعارضة احنا نريد نناقش العنف الاسري مو صاركم 20 سنة، نريد نناقش حلب تصير محافظ ولا مصير، نناقش نناقش الاشياء الرئيسية المهمة بحياة الشعب العراقي، المعامل، المصانع، المدارس، النازحين، هواية والزراعة. المعامل، المصانع، النازحين، المدارس، التعليم، المناهج التدريسية، يعني هاي المهمة واكو اولويات بس هم ما يعملون بالاولويات. نعم. يعني نعم. يعمل بالشسمات الكمالي ويترك الضروري. يعني فكرني بالنسلة ويعوف قصة الخبز والناس تاكل من الزبالة. صرنا ضحوكة العالم يا استاذ. نعم. مو احنا من قطع حظ الشعب حظ مليار مره راضي بيجي حكومه يصيح ماكو ولا الا علي وشكرا. شكرا لك ابو زينب. ملفنا الثالث راح نحكي به وراح يكون تحديدا عن العاصمه العراقيه، عاصمه الرشيد بغداد. لكن الحقيقه انه الواقع في كافه قصبات ونواحي واقضيه المحافظات اضافه الى المدن مشابه للي راح نشوفه الان. يعني في زمن الحصار كان يعاب على رئيس النظام السابق أنه يمشي بمواكب مهيبة، لكن شفنا وراء الاحتلال مواكب المسؤولين اللي فاقت الأولين والآخرين، وما أتوقع راح نشوف مثل هاي المواكب ببلدان العالم. مواكب المسؤولين المخيفة واللي توصل إلى حد السير بمئات السيارات إضافة إلى الإسعاف والجرافات وغيرها وغيرها. اليوم هاي المواكب مال المسؤولين تحولت نقمة على المواطن العراقي اللي يطلع الصبح ويريد يروح للشغل، خصوصا إذا كان متأخر على عمله، أو كاسب يريد يسترزق، أو مسافر يريد يسافر. اليوم تقاطع بمنطقة الوزيرية، الواقع اللي صار بيه أنه القوات الأمنية سادتها ومانع الناس من أن تتحرك لأنه موكب مال واحد من المسؤولين فات بالتقاطع. تعالوا نشوف سوية الوضع شلون كان اليوم بالوزيرية قدامكم. مثل ما تشوفون قوات أمنية، شرطة، جيش، الله أعلم، سادين هذا السير ذاك السير، وهاي السيارات اللاند كروزات اللي تفوت هذا الموكب مال واحد من المسؤولين، وذول اللي واقفين خلي يوقفون لان الموكب فات. طبعا الموكب اللي فات قبل شويه مال مسؤول صغير، مو مال مسؤول كبير، مو جماعه نور المالكي ومقتدى الصدر وعمار الحكيم وقيس الخزعلي، لا، لو ذول المواكب مالتهم لازم نلزم الساعه ونحسب دقائق، ساعه، ساعتين، ثلاثه، اربعه، على مود تفوت اول سياره وينتهي باخر سياره. اما هذا اللي فات موكب صغيروني. بس بسبب القطع اللي صار بتقاطع في منطقة الوزيرية بسبب موكب إلى مسؤول، هذا الفيديو الآخر
عنا. هذا المسؤول اللي ما حد يعرف من هو، من هذا المسؤول، وين رايح، منين جاي، شنو فائدته على أرض الواقع للبلد. المهم عندنا مواطن يشكو من هذا القطع للشارع بمنطقة الوزيرية بسبب موكب مسؤول. خلونا نسمع. 50 دقيقة صار لنا ضبط قاطعين الشارع بالوزيرية. يا بشكو والله مسؤول ديفوت. شو مخترع لنا هذا المسؤول؟ شو مخترع لنا؟ شو مسوينا وشو مقدمنا؟ غير نبتهم كل رؤساء العالم وكل وزراء العالم تفتر بطرق روحها ببلدانها بقد ما الشعب يحبها. والله 50 دقيقة صار لنا ضبط قاطعين الشارع بالوزيرية. يا بشكو والله مسؤول ديفوت. شو مخترع لنا هذا المسؤول؟ شو مخترع لنا؟ شو مسوينا وشو مقدمنا؟ غير نبتهم. لا من تطلعون برا. وعن خبرة شخصية في أكثر من بلد عشت بيهن، مواكب المسؤولين موجودة وتمشوا ويا السيارات عادي، عمرهم ما سدوا شارع، عمرهم ما قطعوا طريق. بس أني كل شيء أقدر أفهم، وأقدر أفهم أنه تنقطع الشوارع بأي مكان، بس أكو أماكن ما تنقطع بيها لا. شارع مستشفى، شارع محكمة، شارع مطار ما ينغلقن. أقولكم ليش؟ أنا أقول السبب هو أنه المستشفى أنت عندك مريض، وتخيل هذا المريض مصاب بسكتة أو ذبحة، إذا انقطع الطريق يموت، أو امرأة حامل شنو راح يصير بحالها. أما الشارع اللي بمحكمة، المحاكم والدعاوى تعتمد على وقت، فإذا تأخر أحد المتخاصمين يروح حقه، وشنو يروح يقول للقاضي؟ اعذرني بلا زحمة تأخرت على المحكمة، ما تكلي أن أكو مسؤول فات وسد الطريق، إلا إذا كان هذا المسؤول هو القاضي، فرح يوصلون بنفس الوقت. والمطار نفس الشيء، لأنه الرحلات الجوية يعني تطير وتنزل بموعد محدد، وإذا واحد ما وصل إلى وقته بالمطار تروح على طيارته. بس شارع مطار بغداد الدولي عندنا بالعراق لا ينغلق أمام المواطنين. ليش؟ لأنه أكو أحد المسؤولين فايت وده يفتر. صلوات على محمد. خلونا نشوف. داس سيارة قبل نص ساعة تمشي قدامها ومكتوب عليها بوليس للشرطة وتابعة لوزارة الداخلية، ويا 7 سيارات وواحد طالع من البرج لي فوق، منو انت؟ عمي تردون طريق خاص بيكم؟ سووا لكم طريق خاص بيكم ولا تمشون ويا العالم، لا تسدون الطريق على الناس. والله هدا تسووه ده يكره العالم بيكم، والله هدا تسووه مو صحيح. بس هاي المواكب هدا تشوفوها هاي مواكب سهلة، روحوا كتبوا باليوتيوب موكب مقتدى الصدر وشوفوا ما شاء الله، كتبوا موكب نور المالك وشوفوا شو يطلع لكم، كتبوا هاد العامري وشوفوا شو يطلع لكم. ما نعرف موكب محمد الشاع السوداني ورا ما صار رئيس وزراء، عبرهم بقوياهم يجوز ما يسمحوا له يجيب 300 سيارة لأن نور المالك عنده 250. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجودي أنا من منصة فيسبوك حاتم الساعد يقول كل الوزراء بدون استثناء يقطعون الشوارع، إم العراق مال أبوهم. أمجد كفاح يقول غير ما يدرون يمنا بديالة مدنيين يسدوا لهم الطرق ومدراء دوائر يسدوا لهم الطرق. هاي طامة كبرى، مدير دائرة ينسد للطريق من هو؟ تعليق آخر من غزوان الوائلي والله مصيبة البارحة، رئيس الوزراء يقول قللوا حماية المسؤولين شاهاي شني، سؤال منطقي من غزوان. فايز سعيد يقول هذا تأكيد على أنه رئيس الحكومة لا أحد يهتم به ولا يشتري كلامه بفلس. هاي مو جديدة أخ فايز، لأنه حيدر العبادي لما كان رئيس وزراء وأعلن بيان النصر على تنظيم داعش الإرهابي وراح إلى مدينة جرف الصخر اللي هو بنفسه سماها جرف النصر، منعه يدخل. رئيس وزراء الميليشيات اللي تعتبر هي تابعة إلى القائد العام للقوات المسلحة واللي هو بنفس القائد العام للقوات المسلحة، يعني هو القائد مالتهم، ممنوع يدخل. ليش؟ لما يقبلون. وإذا تذكر سليم الجبوري من كان رئيس مجلس النواب في تلك الفترة منعه يدخل لدياله واللي هي محافظته. ليش؟ لأنه الميليشيات ما تقبل.
فمو جديدة يعني ما يسمعون كلام رئيس الوزراء. أو مصطفى الكاظمي مو حطوا صورته بالقاع وداسه وقال له لا نفرك اذنك ونقص لسانك، بقى رئيس وزراء. أبو علي من الديوانية حياك الله. أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هاي مواكب رتل مال السيارات. أي نعم. رتل كل الشمال رتل كل الشمالية مو هالكدادة. نعم. ثانياً أنتم سويتوا يعني شنو اللي أعطيتوه للشعب حتى حطكم هالمواكب هاي عندكم كلها؟ نعم. شنو اللي سويتوا؟ مدرسة بنيتوا لكم، وزير التربية سوى تربية بيها حاف، وزير الصحة سوى صحة بيها حاف، والله حرام ما تصعدون بالسيارات هاي. لأن هاي كلها أموال الشعب بكتوها. بنى تحتية عندكم بالعراق بالجنوب، بنى تحتية خلال 5 سنوات 6 سنوات كلها تنتهي على بكرة بيها. لأن نعم. كلها غش بغش بفساد. نعم. المدرسة ما تكلفنا 100 مليون مسوينا مليارين وكله غش. يعني مستشفى عندنا بغماس البنت بغش. الشيس رمل الشيس سمنت ويا يازم عربان رمل. نعم. أما الشيس سمنت حطوا لي 10 كياس رمل. هي اكو بنا تحتية هيجي. زين وين والنزاهة وين كل وزير أساس السودان غير يحاسب وزراء الوزير كله يروح على اختصاصه يروح للنواحي. يعني انتم لا ذمه ولا ضمير. يعني بنا تحتية عندنا صفر. يعني 5 سنوات كلها توقع. يعني هذا الانجليز من على مدارس صار 200 سنه بعد السنه مسيده تداوم بها طلاب. وانتم هاي مدارسكم ومستشفياتكم كلها ترى عمي كلها تعبانه، كلها تعبانه مثلكم. نعم. شكرا شكرا لك ابو علي. هو السياسي بالعراق لو يعي معنى كلمه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ما كان صار اللي صار. ملفنا الرابع نبدي من محافظه المثنى. عندنا ناشط يوثق لنا اهمال احد جسور عبور المشات الواقع امام جامعه المثنى، وطالب الجهات المعنيه بضروره الاستجابه السريعه والقيام بأعمال الصيانة على الجسر والاهتمام به من أجل الحفاظ على سلامة المارة من المواطنين والطلاب ومنع وقوع الحوادث المرورية أثناء عبور الشارع. تدرون ليش يعبرون الشارع؟ لأنه الجسر يخافون يصعدون عليه بسبب الحال المزري اللي وصل إليه، ويخافون ينهار بهم بأي لحظة فيعبر الشارع ويعرض نفسه لخطر الدهس بسبب حال الجسر اللي راح تشوفوه هسه. قابيل الجامعة الطلاب تعبر علي ملتوي جسر مفلش ولكم هاي كارثة. ها 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 هذا مجسر شتى اجي هاي مجسر مال طلاب صديق كذي هاي كارثة هاي كارثة هاي جسر ملتوي طايح راح يسوي كارثة. هاي الصبح زخم علي يعبر يندعم يصعد الجسر يطيح وانكم هاي كارثة. وين يروح الطالب؟ وين يروح الطالب؟ عمي عمي انفضحنا شوفوا لنا الجسر بويه كاسر منا انا. عمي شوفوا لنا موضوع الجسر رحمكم الله شوفوا لنا موضوع الجسر بويه شوفوا لنا موضوع الجسر وشوفوا لنا موضوع الاستراحة اللي تقعد بيها الطلاب. هاك 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 والبلدية مسؤولية منو هذه؟ الناشد منو؟ نحكي ويا منو؟ هاك صديق كذيب الوضع تعبان عبارة عن نفايات عبارة عن أوساخ. فرسالة للبلدية طلابنا يستاهلون. يعني ما معقول الطلاب تجي هنا جيل أجيال عبارة عن نفايات. المجسر المجسر تعبان المجسر تعبان. الرقابة وين؟ المتابعة وين؟ بلدية هاي شغل المتابعة شغل الرقابة شغل عمال البلدية عبارة عن نفايات قرب الجامعة. مجسر عبارة عن نفايات. طلابنا أجيالنا هاي يعني معقولة هيش الوضع تعبان؟ بلدية ماكو متابعة ماكو رقابة ماكو يعني معقولة هيش؟
الا الناشد الا نحكي زعمه عيب عيب كافي هسه العالم تضحك علينا يا عالم هنا يجي الطالب ينزل من هنا من المجسر ويقعد هنا على الكرسي ويتاني ينتظر سياره سادة المسؤولين سادة النواب بلديه حاطين جوه جسر كراويته ومكسره محتاجين لهم واحد شاي شي محترم وطاوله طبله صغيره هيك وطاوله ويدقون طاوله ويرجعون لي ورا. وبالنسبه الى الاستراحه مع الطلاب اللي السقف مالتها مكسر تعرفون المطر خير فخليه يتبلل بالخير ليش يوقف ما يتبلل؟ بعدين الجسر انتوا تدرون هذا الجسر مبني من السبعينات تلقوه؟ هذا بناء قديم بس ما حد يسوي له صيانه ما حد داير له بال يا بنعبر الجسور الخدمية وجسور المشاة ومناطق عبور المشاة نروح هنا المحافظة ذيقار أهالي الحي العسكري الثاني هناك قطعوا طريق سوق الشيوخ بالناصرية بسبب تلكؤ الشركة المنفذة لمشروع الحي العسكري مو بسيج هذا المشروع اللي كانوا أهالي الحي مستبشرين بخير اتفاجأوا أنه مو كل الشوارع والأفرع اللي موجودة بالحي انشملت بالخدمات البلدية يعني مشروع الحي العسكري أكو شوارع بيها مجاري أكو شوارع ما بيها مجاري أكو شوارع واصلها المي أكو شوارع ما واصلها المي أكو شوارع بيها كهرباء أكو شوارع ما بيها كهرباء هذا الحال شنو يعني؟ يعني بلط يشتغل يكمل ولا ها نسينا الكهرباء احفر حفرة وأسسة وكملة بلط ها نسينا المي احفر وهاي بيها فلوس تعالوا نشوف هاي الذيقار أما إذا نزلنا جنوبا إلى محافظة البصرة شكا ناشط من تلكؤ إنجاز مشاريع المدارس بالمحافظة وبيا ذريعة بذريعة عدم وجود تخصيصات مالية وتركها مجرد هياكل من دون أي إنجاز وإكمال العمل بها في ظل الحاجة الماسة إلى المدارس لإنهاء معاناة الطلبة بوقت يعاني به الطالب العراقي من نقص حاد بالأبنية المدرسية ومن دوامات مزدوجة وثلاثية بل أربع مدارس تداوم ببناية مدرسية واحدة ببعض المناطق خلونا نشوف ما تشوفون خلفي أربع مدارس واحد اثنين ثلاثة والرابعة بظهر هذه المدرسة ما تبين لكن مع كل الأسف صار قرابة السنة ونص محالات لكن ما كاملات من نحكي ويا المقاولين يقولون السبب التخصيص المالي السبب مجلس الوزراء انه مجلس الوزراء ما جاي يسوي لنا تخصيص مالي مجلس الوزراء ما جاي يطلق لنا السيوله الماليه فرسالتي الى السيد محافظ البصره والى السيد رئيس الوزراء والى الساده النواب مجلس الى اعضاء مجلس النواب في محافظه البصره ما معقول اولادنا يداومون ثلاث دوامات باليوم الواحد وهذه هياكل واراضي انحجزت وباقية مجرد هياكل ما ريتها تصير حالة حال المدارس انحالت بالألفين وعشرة المدارس الهياكل الحديدية اللي البعض يسميها مدارس المالكي اللي بعض المدارس من عندها مدارس بالقبلة الآن ما كاملة وهي محتاجة 10% يا أستاذ أسعد العيدان وأنا شخصيا قلت لك اعطيني 150 مليون أنا أكملها 150 مليون واحدة من المدارس محتاجة الله وكيل 150 مو أزيد 150 مليون تنقذ شباب القبلة لكن مع الأسف للسنة الرابعة أناشد عليها لكن ماكو واحد يقول لك عد عيناك وأنا راح أكملها مدارس أولادنا تعاني جاي تفهمون شنو نقول لكم أولادنا تعاني يعني ما معقولة نقضيها احنا مظاهرات نقضيها مناشدات عيب والله عيب بالله العظيم الناشد على مدارس بسنة 23 يوم دخلنا بال 24 بعد كلها شهر ونص فرسالتنا للسيد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني دير بالك
لا تمر بالخطر المربي عادل عبد المهدي. نريد مدارس، أولادنا ما نقبل ثلاث دوامات و84 85 100 طالب بالصف الواحد. مع اعتزازي إلى الأخ الناشط اللي دا يحكي، العتب بس مو على يعني مو بس على الحكومة، لا العتب أنت مو عاد تحكي على التخصصات المالية. خلينا نكون واقعيين، 90% من المشاريع المدرسية من زمن المالكي لليوم المقاول اللي إجا سجل عليها قبض فلوسها قبل ما يشتغل، قبل ما يهد وقبل ما يبني. 90% من المشاريع الخدمية خصوصاً اللي تتعلق بوزارة التربية والمدارس فلوسها انصرفت بالكامل، وهنانا الخلل. لأنه أنا مرة حكيتها هنانا وراح أرجع أعيدها، أنت كصاحب عقار وبيت تريد تعمر البيت وتجيب خلفه تعطيه كل فلوسك، يقوم يمطمط وياك، يروح يشتغل برا ويقول أنا قابض فلوسي من عنده وأجر وياه يوم ويومين وشهر وشهرين وسنة وسنتين وما له علاقة يمي، لأن هو نطاني فلوسه راح يكلب بيه وأنا قبضت فلوسي وخلص بعد شريد من عنده. بينما من تعطيه إياه بالقطارة حسب الإنجاز ما تخلص بالوقت. أما الجماعة نطوهن قبضوهن المقاولين، كمل لك الهياكل والعواميد ما مشيوله بعد خلص. هذا المشكلة اللي موجودة بالعراق بالأساس، سوء الإدارة. الناس علقت على هذا الموقف، حسان الدين الخزرج يقول البلدية عديمة الشعور بالمسؤولية، شغلهم بس الأراضي. أبو مصطفى، عجيب أمر هذا البلد، أمواله منهوبة لكل من هب ودب، تستفاد منها دول الجوار بخت السراق، لكن أن تصرف من أجل خير أبنائه لا. هذا مثال المدارس وكذلك المستشفيات. مصطفى يوسف، الله يكون بعون الناس، أبسط حقوقها مسلوبة، الله ينتقم من كل فاسد. عمار السعودي، عجيب يعني سيادة المسؤول ما يشتغل إلا بمناشدة، شني ما يفترون بالولاية، ما يدرون بواقع المحافظة، والله هزلت. فكانت هاي تعليق الناس حول قضية تلكؤ بناء المدارس. حيدر من البصرة، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله سيد العزيز الحكي ما يفيد. نعم. لأن حكومة محافظة وكل من حزبه وكل من وزارته وكل من مصطحاته وكل من ميليشياته بعد الحكي ما يفيد السادة العزيز. نعم. لأن رب العالمين إن شاء الله ينتقم منهم إن شاء الله. نعم. والشعب هو الشعب، هو اللي انتخبهم كل الشعب، الشعب هو والشعب كله متحزب، هو نعم الشعب كله متحزب والحكي ما يفيد. نعم. إيه كل الشعب متحزب وكل من يدافع عن حزبه ويدافع عن يدافع جماعته. إيه على الحقيقة بعد. نعم نعم. ولأن الشعب خلبي، لأن هو اللي جابهم، هو اللي جابهم، مو منا ودروا. نعم. شكرا 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 لك أبو كرار الوردة، حياك الله. جسور العراق بين إرث الماضي المزدهر وحاضر أو حاضر الإهمال والتلكؤ، هذا هو عنوان الإنفوغرافيك اللي أعد قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين على ضوء الغياب في الخدمات وفساد المشاريع القدمية في ظل الإهمال والفساد الحكومي. خلونا نشوف شو يقول.
هذا الحولي اللي افتتح السوداني قبل حوالي شهر أو شهرين، الحولي مال مدينة الكويت. هذا صار له أكثر من 10 سنوات على هذا الوضع. اسمع يا شعب وشوف. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي على هذا الانفوجرافيك. من 2003 الى حد هاي اللحظه جونا سياسيين، احنا نسميهم سياسي الصدفه او اللحظه، حاروا يبدلون علم، حاروا يبدلون ارقام سيارات، حاروا يبدلون نشيد وطني، بس ما حاروا يشتغلون ويبينون للناس انهم على حق، لدرجه انه المواطن اليوم قام يتمنى يوم الحصار وما يتمنى هذا اليوم اللي شافه على ايد الديمقراطيه الامريكيه، لانه كان بالحصار متنعم بخدمات واليوم ما متنعم بها. هذا كل ما موجود بحلقة صوتكم لهذا المساء. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم، نفس الموعد باكر، انتظرونا. في أمان الله.